بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي. في الحلقة الخامسة من سلسلة الفحوصات الطبية سوف نتحدث عن النوع الثاني من الخلايا أو كريات الدم البيضاء، اللي هي الخلايا الحبيبية، غير الحبيبية عفوا. في الحلقات الماضية تحدثنا عن ثلاث أنواع من كريات الدم البيضاء الحبيبية، وتمثلت بالنيتروفيل والبيزوفيل والإيزنوفيل. اليوم سوف نتحدث عن الكريات الدم البيضاء غير الحبيبية، وأول هذه الأنواع هي خلايا المونوسايتس. المونوسايت هي تعتبر أكبر كريات الدم البيضاء حجما، أو تكاد تكون أكبر كريات الدم بشكل عام حجما، وهي تعتبر الخط الدفاعي الثاني ضد الإصابة. هذا النوع من الكريات عندما تكون في الدم المحيط أو عندما تكون في الدم، هي لا تعتمد على الفاغوسايتوسيس بعملية الدفاعية، لكن هذه الخلايا بعد أن تدخل إلى الأنسجة أو الأعضاء الأخرى، في غضون ساعات المونوسايت تتحول إلى الشكل الناضج منها، يتحول إلى نوع من الخلايا تدعى بالهيستوسايتس. الهيستوسايتس هي عبارة عن مايكروفاج فاغوسايت، وهذه الحالة تعتبر في هذه الحالة هذا النوع من الخلايا تعاد من الكريات اللي تعتمد بالدفاع على الخلايا تعتمد على البلعمة في مهاجمة الكريات. الوظيفة الأساسية للمونوسايت هي ما تشبه بالمكنسة، تعمل على إزالة وتنظيف الجسم من الفضلات، من الخلايا الميتة، من الخلايا المتضررة، تنظيف الجسم أيضا من المايكروأورغانيزم اللي موجود، أيضا تنظيف الجسم من الجزيئات الغير ذائبة، وبالتالي هي تعتبر سكافنجر، أو وظيفتها هي سكافنجر، أو هي وظيفتها تشبه عملية الزبال اللي يزيل أو جميع الفضلات أو الأشياء الميتة وما إلى ذلك. الفاغوسايتوسيس سيل تنتج لنا نوع خاص من الأجسام المناعية، هذا نطلق عليه اسم، وهو يعتبر antiviral طبعا agents، هو عامل مضاد للفيروسات، هو يسمى بالانترفيرون. هو هذا حقيقة تلاحظ انه هذه هي اشكال كريات الدم البيضاء الحبيبية، اللي هي المونوسايت والإيزنوفيل والبيزوفيل، وتلاحظون كريات الدم المونوسايت هي أكبر حجما من جميع هذه الأنواع، إضافة اللي هي تمثل لك حرف دي، وقياسا ببقية الأنواع هذا النوع الآخر اللي هو الليمفوسايت اللي سوف نتحدث عنه لاحقا، هو تلاحظ أنه المايكروفاج هو أكبر حجما، عفوا المونوسايت اللي تعتبر هي طبعا بماتشوريتي مايكروفاج إن ذا تيشيو أو هيستوسايت. الحجم الطبيعي بالنسبة لي، القيمة الطبيعية لعدد الكريات في الجسم، هو يتراوح ما بين 100 إلى 500 كرية في المليمتر المكعب الواحد. السؤال المهم هو متى ترتفع هذه الكريات؟ طبعا عندما ترتفع عدد هذه الكريات أكثر من 800 كرية بالمليمتر المكعب الواحد، هذا ما نطلق عليه بالمونوسايتوسيس. والحالات اللي ترتفع فيها في حالات طبعا الإصابات الفيروسية، سواء كان الحصبة أو سواء كانت النكاف أو بالإصابات الفطرية الطفيلية عفوا، وخاصة ترافقنا ارتفاعها بالملاريا وبالليشمانيا، في البروسيلوسيس واللي هو حمى مالطا، أيضا بالتوبركلوسيس، بالسل الرئوي، بحالات السيفلس أيضا ترتفع فيها. عندنا حالة أخرى ترتفع فيها كريات الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء نوع المونوسايت، هو بالكرونيك مايلومونوسايتيك لوكيميا، وهو نوع من السرطانات اللي يكون موجود أيضا في ونلاحظه بشكل كبير في البون مارو. عملية الزيادة مالته تكون عملية المونوسايت تكون بشكل كبير جدا وغير مسيطر عليه.
بالساركويدز ايضا ترتفع فيها. والساركويدز هو نوع من الالتهابات يصيب كل جزء من اجزاء الجسم. بالكرونيك انفلاماتوري ديزيز ايضا بالاصابات وبالحالات الامراض الالتهابيه المزمنه ايضا، وايضا بالكرونيك التيريتيف كولايتس ايضا بالتهاب القولون التقرحي ايضا المزمن ايضا تلاحظ انه ترتفع فيها عدد كريات الدم البيضاء المونوسايد. متى تنخفض؟ انخفاض كريات الدم البيضاء عندما يكون اقل من 100 كريه في المليمتر المكعب الواحد، هذا ما نطلق عليه بالمونوسايتوبينيا. وهذه طبعا حالات اللي ترتفع فيها هو لاحظها بالاكيوت ستريس رياكشن، حالات اللي يكون بها الضغط عالي ويكون مرحله الحاده من المرض. حالات الاتش اي في واللي هو مرض الايدز ايضا ترتفع فيها تنخفض فيها عفوا المونوسايت. وايضا بالبلاستيك انيميا، وهو البلاستيك انيميا نوع من الانيميا ينتج عن ضرر بالبون بالبون مرو. حقيقه هذا اهم ما يتعلق ب المونو سايت. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن واحدة من أهم أنواع كريات الدم البيضاء غير الحبيبية وهي الليمفو سايت، مع التقدير.